ما بقيتي تحشمي ما بقيتي تصحيالي ها ما دايرش لنا الاعتبار ما دايرش لنا القيمه شنو هادشي يا اختي ها ما مركتي ما حشمتي شنو مع انقلتي ويوسف لاله بالعلالي وخلي شالي في الزنقه كتقولي للجيران سطحوا راسكم مع الحيط ولا شنو كيفاش مع انقا بنتك اسيدي مع انقا يوسف برا هفك امي ماشي حتى واش نسيتي الفضيحه وشوها اللي دار لك ها ياك عفاريتها معانا يا بسبب داك الفيديوهات والتصاور اللي جالس كيهددك بهم ما بغيتيش توبي حليمه ما تخلينيش عايش في دار غفلون قولي لي شنو كاين وانا اصلا هادي زفاده بغيت نعرف القصه ديالو شنو هي انا غنقول لك سيدي من تقلبه ولا طاكسي بيض شي طالع شي هابط هادي يوسف اخويا كتعرفو من شحال هادي من قبل ما تتزوج هو ولد الجيران ملي تزوجو تبقى تابعها في حياتها بقى تابعها تخربها عليها هو الراجل مات هاي الدريه كتقلب عليه مره اخرى مؤخرا سيدي صيفط لها شي فيديوهات وشي تصاور كيهددهم بها فريته معاه بالفلوس ودابا اخويا راه معنقا في الزنقه اما راه غير بقى فيا راه مو مريضه كيفاش مو مريضه واش كضحكي عليا ولا كنقسم لك فمي بالله الا لقيتك